إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم قارئ على الدرب. إعداد عبد الحفيظ العبادي. تقديم فراس كتاو. إشراف الدكتور نسيم أبو خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وبعد. إخوة الإيمان مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حلقات برنامج قارئ على الدرب. نستضيف في حلقة اليوم الأستاذ ياسر محمد القاضي من الإخوة من جمهورية مصر العربية. الأخ ياسر مواليد سنة 1982 ميلادية، يحمل الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف سنة 2007، ويعمل إماما لمسجد جامعة العلوم الإسلامية العالمية في منطقة طبربور في عمان. الأستاذ ياسر شارك في المسابقة الهاشمية الدولية عدة مرات لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وحصل على المركز الثاني سنة 2010، وحاصل أيضا على الحزام الأسود فئة 3 دان في لعبة التايكوانجيتسو، أي بمعنى القتال الحر. يعمل الأخ ياسر أيضا مدرسا للقراءات العشر المتواترة في مسجد الجامعة الإسلامية لبعض الطلبة والمصلين والمهتمين من رواد هذا المسجد. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ياسر. أهلا وسهلا أستاذي. لو تحدثنا بداية مع كل حلقة هكذا نبدأ بالمسيرة المباركة مع القرآن الكريم والمراحل التي قطعتها في هذه المسيرة، وأهم المشايخ والعلماء الذين درست عليهم وتأسست على أيديهم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا أوجه الشكر لوالدي، فحفظت القرآن وختمته حفظا كاملا على يد الشيخ عبد السلام الحيوي. نعم. وأنا عمري 9 سنوات ونصف أو أكثر من ذلك بقليل. نعم. في المدرسة أم في البيت أم في إحدى الكتاتيب كما يقال؟ في إحدى الكتاتيب، يعني نعم. مشهور عندنا الكتاتيب في الأرياف. بعد ذلك انتقلت إلى الشيخ محمود هاشم في المسجد الإبراهيمي، مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي في دسوق كفر الشيخ، وحصلت منه على إسناد برواية حفص من طريق الشاطبية. نعم. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشيخ زكريا عبد السلام